بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. ما زلنا في الوحدة الثانية، الوحدة قضايا إملائية. وصلنا للاختبار القبلي، ضع خطا تحت كل كلمة رسمت حمزتها خطأ، ثم أصلح الأخطاء في الجدول اللاحق. الصدق هو أن تنبئ عن الشيء على ما هو عليه، هو وصف يدعو إليه الدين والعقل والمروءة. نيجي كلمة المروءة، طبعا المروءة، يبقى الهمزة تكتب على السطر، لأن ما قبلها همزة متوسطة مفتوحة بعد إيه؟ ساكن. المروءة. طيب، وحب الثناء، طبعا الثناء معروفة، همزة متطرفة تكتب على السطر، قبلها ساكن، هو حرف الإيه؟ الألف. والاشتهار بالفضائل، همزة طبعا متوسطة مقصورة، هاي الفضائل، همزة متوسطة مقصورة قبلها ساكن. فلا مزية أجمل منه ولا سجية أكمل منه، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكذب من أقبح الرذائل، صفة لؤم وشؤم. أيوة، كلمة لؤم هنا الهمزة طبعا خطأ، تكتب على واو، همزة متوسطة مضمومة بعد إيه؟ مفتوح، لؤم. هذه أشهر الأخطاء الموجودة في القطع. ثانيا، ضع علامة الترقيم المناسبة بين الأقواس في الفقرات التالية. نصف المعرفة إلى ثلاث أنواع رئيسة، وهي المعرفة الحسية، النقطتين دي معناها يجي بعدها تفصيل، والتي يكتسبها الإنسان عن طريق اللمس والاستماع والمشاهدة المباشرة. وهذا النوع من المعرفة بسيط، طبعا هنا همزة موقوتة، لأن اللي بعديها نتيجة لما قبلها، لأن أدلة الإقناع متوفرة ملموسة أو ثابتة في ذهن الإنسان. المعرفة التأملية الفلسفية، برضو النقطتين يجي بعدها تفصيل، وهذا النوع من المعرفة يتطلب النضج الفكري، هنا فصلة لأن اللي بعديها مرتبط. التعمق في دراسة الظواهر الموجودة، برضو هنا إيه نقطة، حيث إن مستوى تحليل الأحداث والمسائل المدروسة يوجب الإلمام بقوانين وقواعد علمية لاستنباط الحقائق عن طريق البحث. هتبقى هي فصلة، ولكن في العادة لا يحصل البحث على أدلة قاطعة ملموسة تثبت حجته، ولكنه يقدم البراهين عن طريق استعمال المنطق والتحليل، ويثبت أن النتائج التي توصل إليه تعبر عن الحقيقة والمعرفة الصحيحة للقضية والمسألة. إذا انتهت الجملة أو انتهى الكلام بتحط إيه؟ نقطة. المعرفة العلمية التجريبية، وهذا النوع من المعرفة يقوم على أساس الملاحظة المنظمة للظواهر، فصلة لأن بعدها مرتبط، وعلى أساس وضع الفرضيات العلمية الملائمة والحقائق والتحقق منها عن طريق التجربة وجمع البيانات وتحليلها، نقطة، يعني الكلام انتهى والمعنى أكثر. ثالثا، اختار الكلمة الصحيحة من بين الأقواس. اتجه الحج بعد الطواف إلى المسعى، طب ليه اخترت المسعى؟ هتقول إن الفعل سعى، فعل ثلاثي، فتكتب الألف بدون نقط أو الياء بدون نقط. نقلت الخبر ممن تحدث، لازم في وصل، ما ينفعش من، لازم الوصل هنا، يعني الوصل تحذف النون وتصل من الثانية. ذلك رجل عفيف، ينفع أقول ذلك، ما ينفعش ذلك، يبقى حذف الألف هنا إيه زائد. لا تنسى ذكر الله، تقول طب ليه اخترت الأولى؟ لأن الفعل المضارع هنا مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة، لأن هنا دي لا نهاية. مساحة الأرض 900، ليه اخترت 900؟ لأن هنا وصل، هنا ظاهرة الوصل هتيجي في ايه؟ في بعض قواعدها. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.